عندنا على الجدلية اللي أثرتها حضرتك حول الجدلية اللي انثارت حول صلاح الدين الأيوبي واللي سببت لك يمكن مشاكل مع القضاء في مصر ومع الإسراء والمعراج. أريد أعرف رأيك يعني آخر شيء حضرتك ممكن تفيدنا عن هذا الموضوع. لا خلينا في القضايا العامة أحسن. على كل حال أنا عندي صديق كردي صديق يعني بحبه جدا واتناقشنا في المسألة دي من شهور وجايب له معايا نصوص تاريخية تؤكد أن صلاح الدين لم يكن كرديا وأنه لم يكن بهذه الصورة وطبعت له المصادر. النقطة الأخرى المسجد الأقصى يعني يا ناس احنا لو أطفال مش هنقع في المغالطة دي. واقعة الإسراء التي ألحقت بها المعراج كانت في الزمن المكي مهك. طيب المسجد الأقصى بناه عبد الملك بن مروان سنة 70 هجرية مهك. طب ازاي هيك يجي مع هيك؟ ما كانش موجود بس